كابتن ماهر الف مبروك. مبروك يا كابتن ايمن، فوز مبروك مستحق. طبعا طبعا مستحق. مبروك للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، مجلس اداره، الجهاز الفني، اللاعبين. اداء مميز في المباراه الثالثه، مباراه الاتحاد للنادي الاهلي، واضح قوي ان في تحسن من المباراه الاخرى، وكمان الاهداف اللي ما شاء الله، يعني مباراه الجونه 3 اهداف، النهارده 4 اهداف. ده بياكد ان في فاعليه من لعيبه النادي الاهلي على المرمى، وده اللي احنا اتكلمنا عليه وده اللي احنا كنا محتاجينه. وطبعا ولكن هو الماتش خلص تقريبا اكلينيكيا من الشوط الاول زي ما قال الكابتن بلال. بالظبط 3-0 خلاص، نهت اقتنعت القصه. بكلامك يا كابتن؟ اقتنعت بعد الرابع. ما كنتش مقتنع بعد الجول اللي داخل فينا. نهت القصه 3-0 بلغه الكوره. طبعا يعني انت بتقتل المباراه. بدايه الشوط الثاني ربع ساعه تخاذل يعني وتكاسل من لعيبه النادي الاهلي، وده معروف في عرف الكوره. يعني احنا كمصريين بالذات لما بنضمن النتيجه ايمن بيحصل نوع من التراخي، نوع من الدلع. والدلع ده تسبب ان طبعا هدف عشان يفوقنا، صح؟ وده اللي حصل. الاتحاد يمكن غير اسلوبه. طارق العاشر من بدايه الشوط الاولاني كان اسلوب بعد الجول الثالث تقريبا صعب قوي، دخل في الاجواء بالظبط، بدا يضغط من قدام على اساس انه عايز يعوض النتيجه، لكن كانت صعب عليه. الهدف اللي جابوه يعني اداهم بعض الانتعاش وبعض الثقه، لكن طبعا مستر كولر من خلال الدكه بقى بدا التغييرات اللي يدفع بيها. دفع ب5 لعيبه، محمد عبد المنعم متولي نزل مكان محمد عبد المنعم. عندنا ساعه ونص لسه. طيب ماشي، نتكلم بقى على التغييرات بعد كده. ماشي.